يسعدنا أن نلتقي الليلة برائد كبير من رواد العلم وصوت قوي يدوي في كل آفاق العالم الإسلامي. إن هذا الرائد الكبير والصوت القوي هو الإمام الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، صوت الحق والإيمان والإسلام، أروع وأعظم من أنجبت الجزيرة العربية وأنبغ من حمل راية التوحيد حتى الآن، رحابة صدر وطهارة قلب، وما أنبله من عالم فاضل وشيخ جليل وباحث مقتدر ومجدد كبير ومصلح عبقري ينشر الدعوة الإسلامية. وندعوه بكل حب لإلقاء محاضرته في هذه الرمسية السعيدة، وشكرا لكم على تشريفكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أعتب على أخي الشيخ عبد الكريم هذا المديح الذي ذكر، وأنا والله دون ما قال وأقل مما قال، وجهودي كلها بالحقيقة متواضعة وقليلة، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن كل الدعاة إليه وعن كل المسلمين، والله جل وعلا سوف يسأله عما قال، وأسأل الله يعفو عنا وعنه، أسأل الله يعفو عنا جميعا. وأنا والله أشهدكم أني لا أحب أن أمدح، وأسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن كل مسلم. ولا شك أن الواجب علينا عظيم، الواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم عظيم، ومهما فعلت أو فعل غيري من أهل العلم فهو بالحقيقة قليل بالنسبة إلى ما يجب علينا، وهو في جنب الله وجنب حقه قليل أيضا، وفي جنب حق المسلمين قليل أيضا. فنسأل الله أن يعفو عنا جميعا وعن الأخ عبد الكريم عما قال، وأن يسامحنا جميعا، هو يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والثبات عليه، والعافية بمضلات الفتن، إنه سميع قريب.